السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أحكي لكم قصة سيدنا إدريس من أول ولادته لحد وفاته. تابعوني علشان تعرفوا القصة كاملة. اسمه بالكامل إدريس بني يارد بني مهلائيل بني قينان بني أنوش بني شيس عليه السلام بني آدم عليه السلام، والله تعالى أعلم. المؤرخين بيقولوا ان امة السريان هي اقدم الامم، وملتهم هي ملة الصابئين نسبة الى صابي احد اولاد شيس. والصابئين بيقولوا ان هم خدوا دينهم ده من شيس وادريس، وان ليهم كتاب بيكرموا بيه شيس ويسموه صحف شيس. الكتاب ده بيتضمن على حسب ما هم ذكروا الامر محاسن الاخلاق والنهي عن الرذائل، وأصل دينهم هو التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا وتخليص النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا والحض على الزهد في الدنيا والعمل بالعدل، وبعد كده حرفوا في الكتاب وغيروا في دين الله. ولقد كرم الله إدريس في كتابه العزيز حيث قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، صدق الله العظيم. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم في حديث المعراج: ثم صعد بي أي جبريل حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، فقال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مدة إقامة سيدنا إدريس عليه السلام في الأرض 82 سنة، ثم توفاه الله. وبكده أكون نهيت القصة بتاعت النهاردة، ويا رب تكون استفدتوا وعجبتكم. وما تنسوش لو عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل جديد.